إذا كنت أعلم أن جدتي تستخدم السحر وتعمل به فما الحكم؟ هل أقاطعها إلى أن تموت؟ تنصحها وتنكر عليها وتبين لها أن السحر كفر، تبين لها هذا، فإن قبلت وتابت فالحمد لله، وإن لم تقبل واستمرت بعد البيان فإنك تقاطعها. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم.